نعم سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه وكيف حمل كل منا امانته وادى دوره كيف خرج الاطفال من هذا الشعب وهذه الامه في فتره حالكه زاد فيها الظلام ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع امتهم ان تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. ان القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على اي مقياس عسكري. لقد اعطت نفسها بالكامل لواجبها. استوعبت العصر كله تدريبا وسلاحا بل وعلما واقتداء. وحين اصدرت لها الامر ان ترد على استفزاز العدو وان تكبح جماح غروره فانها اثبتت نفسها ان هذه القوات اخذت بيدها بعد صدور الامر لها زمام المبادئ وحققت مفاجاه العدو وافقدته توازنه بحركتها السريعه. ولست اتجاوز اذا قلت ان التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس امام عمليه يوم السادس من اكتوبر سنه 73 حين تمكنت القوات المسلحه المصريه من اقتحام مانع قناه السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. ¡Gracias!